منى شلبي قدمت في فيلم الساحر ومسلسل أين قلبي شخصية البنت الفجة القوية اللي عندها شخصية، ولقيتي نجاح جامد جدا من الناس واستقبلوكي بشكل عظيم جدا. بعدين قدمتي شخصية مختلفة تماما في مسلسل دواعي أمنية بس ما حققتيش فيه نفس النجاح اللي حققتيه قبل كده. في رأيك هل الممثل لازم يجرب نفسه في شخصيات مختلفة ولا لازم انه يمسك الشخصية اللي بدأ بيها وحققت نجاح مع الناس ويفضل يكرر نفسه لغاية ما يبقى مقبول عند الجمهور تماما، فبعد كده اي حاجة يعملها يتقبلوها منه؟ بصي اقولك حاجة، يعني دواعي أمنية مش عايزين برضو ننسى ان أنا قلبي كان في رمضان. ايوه، فنسبة المشاهدة في رمضان دايما بتبقى عالية جدا عالية جدا. فدواعي أمنية جه بعد ما كان في كمية مسلسلات في رمضان كتير قوي، فالناس زي ما تقولي نسبة مشاهدتهم للتلفزيون قلت. صح، فاهمة؟ ومع ذلك برضو بالنسبة للي بيتفرجوا على التلفزيون المسلسل حقق شوية نجاح كويسين، يعني ناس بتقابلني في الشارع برضو فاكراني المسلسل، مش ناسياه. ده جزء ده، يعني ده انسر على جزء من السؤال. الانسر التاني انه بالنسبة لانه الممثل لازم ينوع في ادواره عشان يقدر كمان يعرف هو فين متميز، واللطيف انه يبقى عنده فرايتي. يعني اللطيف انه ما يبقاش يقول لك ده بتاع الكوميديا نجيبه، مش عارف ايه ده بتاع الكآبة، فاهمه ازاي؟ يعني لازم الممثل يبقى عنده فرايتي. يعني انت ما مسكتيش في شخصيه واحده وقعدتي تعملنا فيها ادوار كتيره؟ لا، انت بتحبي يعني الفرايتي. انا لما جالي عين قلبي عملته طبعا عشان مدام يسرى، طبعا مكذب عميره، رمضان، كان كل حاجه مغريه، كل حاجه صح. بس لما جالي عين قلبي الدور كان صعب قوي، فقلت لا هعمله عشان كان صعب. عشان كان صعب، فاهمه ازاي؟ ولما جالي الساحر برضو كانت اول حاجه في حياتي وكانت فيها مغريات كتير، فقلت هعملها. لما جه دواعي أمنية ده الاكستريم، فقلت لازم يتعمل عشان برضو الناس تاخد بالها ان الممثل ممكن يعمل كده وممكن يعمل كده. انت عملتيه طبعا بشكل جيد جدا، بس انا كنت حاسه انه مختلف عن بدايتك وما لقاش نفس النجاح فعلا، عشان اكيد اتقدم في رمضان. عشان في رمضان كمان في كل العوامل فيها نجاح، يعني استاذ كمال الشناوي، طبعا محمد فاضل طبعا. يعني كل حاجة تخليه ينجح، بس هو فكرة توقيت العرض. منى شلبي قدمتي أول أعمالك فيلم الساحر مع النجم الكبير جدا محمود عبد العزيز، هل تعتقدي إن الموهبة الجديدة لازم عشان تظهر وتطلع بشكل كويس يكون معاها نجم كبير زي النجم محمود عبد العزيز؟ طبعا، لأنه بتفرق بقى خبرة، وبتفرق انه بتلاقي حد فاكك وعنده اكسبيرينس وعنده وعايزك تبقي كويسة، لأنه الكبير دايما بيرفعك، يعني بيشدك تبقي جنبه. فبتفرق قوي انه يبقى معاكي حد كبير وفاهم ويخليكي، وكمان ممثل جامد فتاخدي منه. يعني انت لو كنتي بداتي فيلم بطوله لوحدك في اول ظهورك ما كنتيش هتحققي نفس النجاح اللي عملتيه في الساحر؟ ما اعتقدش، دي صراحه جامده جدا. ما اعتقدش خالص. عايزه اقول لك كويس ان انت ما بتنكريش فضل الناس اللي وقفت جنبك. ما كنتش بعرف امثل خالص الحقيقه، وكنت هبقى فاهمه التمثيل غلط، يعني كنت هبقى مدرسه تانية خالص غير التلقائيه، وان انا ابقى عامله كده كنت هبقى مدرسه تانية خالص. اللي ساعدني في ده يعني وكان له الفضل الكبير قوي استاذ رضوان الله يرحمه. الله يرحمه. فهو لو كنت اشتغلت مع حد تاني في الاول ما كنتش هبقى عامله كده. منى بعد كده لقيناكي بتشتغلي مع نجوم شباب صاعدين معاكي من نفس جيلك، هل لان النجوم الصاعده بتجتذب الجماهير وبتشدهم انهم يدخلوا افلام يعني، ولا ان انت مش محتاجه حققتي نجاح فمن خلال ده مش محتاجه ان حد يساندك او حد يساعدك من النجوم الكبار فاشتغلتي مع نجوم صاعده؟ بصي، هو اساسا الواحد ما بيحسش دايما انه اكتفى، يعني ده كفايه كده خلاص، انا بقيت مش عارف ايه ده يبقى ولا حاجه، ده هو وصل كده للفشل الذريع. بس هو يعني بحقيقي الواحد لازم يعمل حاجات كتير، فاهمه؟ يعني اشتغلنا مع نجوم كبار، ونشتغل مع جيلنا، ونرجع نشتغل مع نجوم كبار، ويبقى فيه يعني طول الوقت الواحد بيكسب اكسبيرينس، يعني ما يبقاش نمطي، ما بقاش، فاهمه ازاي؟ يعني عمري في حياتي ما يجي لي عمل مع نجم كبير ما اقول لا يا جماعه، لا عمري طبعا مش هيحصل، فاهمه ازاي؟ اما يجي لي عمل مع زمايلي وبتاع طبعا نعمله، لان هي بتبقى تجربه لطيفه، بيحكمنا الدور اكتر حاجه، بيحكمنا الفيلم عامل ازاي. فالواحد لما يعمل كذا حاجه، يعني دايما ما بمشيش انا على وان تراك، ما بحبوش، انت فاهمه؟ بس بالعكس هي تجربه لطيفه قوي بقى ان انا اجرب ان احنا نبقى كلنا جنريشن واحد ونعمل فيلم، بس يا رب باذن الله يعجب الناس يبقى كويس. منى، لما بيجي لك سيناريو ايه الجو عاده اللي بتهيئي نفسك عشان تقري في السيناريو ده؟ بصي، انا بقفل الاوضه على نفسي خالص، وبعرف ان انا هاخد السيناريو يعني هعمل الدور ده ولا لا، من حاجه غريبه جدا. ايه؟ انا بقعد على السرير
وبحط السكريبت وبربع بقى وخلاص يعني المود رايق تماما. لو انا قريت الدور بصوت عالي بعرف ان انا هعمل الدور. لو انا فضلت بقرا كده بعناية بعرف ان انا مش هعمله خالص. يعني بتتجاوبي معاه فصوتك بيعلى بصوت عالي بتمثلي مع الدور يعني بمثل. لو عجبك لان انا كمان قدام سريري قدام سريري في مرايه فلو عجبني الدور شويه تلاقيني بقعد بقى بندمج قوي. وهل انت بس اللي بتقري السيناريو ولا بتستشيري حد تاني في؟ لا انا اللي بقرا بس. انت اللي بتقريه. اوكي طيب ممكن ان انت تستشيري حد في ادوارك ولا برضو لا؟ احيانا يعني ممكن يبقى حد قريب مني قوي. ممكن امي. وبتسمعي للنصيحه بتاعت مامتك ولا زي ما بيقولوا منا رايها من دماغها؟ لا بسمع بس بنفذ يعني اللي انا حاسه انه صح يعني اللي انا عشان دايما ابقى انا متحمله نتيجته. يعني رايك من دماغك فعلا؟ لا بس لازم اسمع الاول. ايه مواصفات الدور اللي بتحلم انها تعمله منا شلبي؟ نفسي اعمل سيدتي الجميله. مش عارف. انا بضحك على الاختيار عشان هو عاجبني فعلا. يعني انا بحب الدور ده قوي جدا. انا كمان يعني كنت عايزه اعمله. هو اتعمل بكذا شكل طبعا. اتعمل كتير قوي. بس انا نفسي اعمله مشروع تخرجي من معهد الحقيقه. انت اتخرجتي خلاص؟ لا لسه. طب ما في امل ان انت تعملي. لا بس انا اكشلي سبت المعهد ودخلت جامعه تانية بس كان نفسي لو كنت هكمل في المعهد كان نفسي ده يبقى مشروع تخرجي. ما مش ممكن تعمليه فيلم سينما؟ مش ممكن تعمليه مسرح؟ ممكن باذن الله حاجه من دي تحصل بس انا بجد يعني هو ده تيبيكال الدور اللي انا نفسي اعمله. هو ده الدور اللي نفسك فيه بس مفيش حاجه تانية بتبص لها؟ هو بصي بيبقى في ادوار كتير. ايوه اصل الدور ده عملته الفنانه العظيمه جدا. لا عملوه كتير. عملته ناديه لطفي وعملته يسرى في كعب عالي وعملوه ناس كتير قوي. بس هو انا يعني انا بحبه جدا. بحب الروايه كمان. انت حابه التغيير في الشخصيه اللي بيحصل من انها بالزبط. تبقى بنت لغايه ما بتطلع. وبعدين صعب قوي كمان انك انت لما تيجي مثلا ايه هو سؤال تقليدي دايما بيسالوه انت عملي حاجه تبقي احسن ولا لا؟ مقارنة. انت مش خايفه من انه مش عارف مين عمل ايه؟ لا بس هو دايما انت تبقي بصلها من منظور تاني. انت عشان عندك ثقه في نفسك ان انت هتعمليه بشكل انت حابه ان انت تطلعي بيه للناس او انت منها اللي هتعملي يعني من غير اي مقارنه. بالظبط. يعني انت مش خايفه من المقارنه لان انت لا انت حاجه تانيه خالص.